يقول السائل: هل هناك ضرورات تباح فيها الرشوة إذا كانت لأخذ حق؟ الرشوة لا تحل، ما تحل، وليس هناك ضرورة، ليس هناك ضرورة إلى دفع الرشوة، والرشوة سحت لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الراشي الذي يأخذ الرشوة والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها، مثل ما لعن آكل الربا وموكله، لعن الذي يدفع الربا ولعن الذي يأخذ الربا، لعن الذي يأخذ الرشوة والذي يدفع الرشوة. فلا تدخل في هذا المدخل، لا ترشي أبدا، تجنب الرشوة. نعم.